السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. دائما في المنزل يكون عندنا نباتات، وخصوصا الناس اللي يحبون كثار النبات بين فترة والثانية. يعني ما شاء الله نشوف عندنا هذا الصبار الألوفيرا بدأ يخرج خلفات إضافية، فيتم مكاثرته وتوزيعه على أصايص بعد ما نفرد الشتلات. أيضا عندنا الريحان من النباتات الجيدة والعطرية اللي تستخدم عندنا بكثرة في جميع الوطن العربي، وبعض الأحيان نجد أنه يعني النبات متأثر، نموه ليس بعادي. طيب، ما هي الإجراءات اللي أنا ممكن أعملها من أجل أنه يكون النمو عندي دائما بشكل جيد في الأوقات اللي مثل هذه، اللي هي انحسار الصيف أو الخريف، انتهى الخريف و بدأ يعني أقبلنا على الشتاء؟ دائما بين أي موسم وموسم آخر تبدأ تتكاثر الحشرات والفطريات في الأوقات هذه، اللي هي الانتقال بين فصول السنة. يعني كل ما يطلع فصل ويدخل فصل ثاني يكون وقت ملائم جدا لخروج حشرات وفطريات على النباتات. طيب، لو لاحظنا النبات هذا نجد أن صحته العامة جيدة، وأيضا لو لاحظنا بعض النباتات نجد أن عليها ملاحظات. يعني مثلا هذا النبات عليه ملاحظات، هذا النبات عليه ملاحظات نموه ليس بجيد. طيب، هذا النبات جيد، ليش هنا النبات جيد وهنا النبات غير جيد؟ زي ما قلنا لكم، رقم واحد اللي هي الحشرات والفطريات هي أغلب المشاكل، بعد كذا ممكن بي اتش التربة، أيضا ممكن التسميد، لكن الحقيقة أنه الأغلب اللي هي الهجوم من الآفات الزراعية بأنواعها. طيب، كيف أنا ممكن أتعامل مع مثل هذه المشكلة؟ بادي الأمر حاول أنه أنت تفحص نباتاتك بنفسك. كيف يتم الفحص؟ أولا احنا نشتبه في حشرة مثل الذباب البيضاء، مثل العناكب، مثل البق الدقيقي، المن، أي حشرة من الحشرات المؤذية للنبات. أحاول أنه أنا أجلس جنب النبات وأركز النظر قليلا، لو لاحظت شيء معناته في مشكلة، إذا ما لاحظت شيء أبدأ أحرك أوراق النبات. لما أحركها بالشكل هذا أشوف هل في حشرات تتطاير من النبات ولا لا. الغالب أنه الذباب البيضاء تكون ساكنة، والذباب البيضاء غير الذباب السوداء المعروفة. الذباب البيضاء حشرة يعني من الآفات الزراعية. أجي للنبات أيضا، هنا أحركه، هل في شيء يتحرك؟ وأتابع النبات، تمام؟ إذا ما تحرك شيء بإذن الله، بإذن الله نقول إنه ذبابة بيضاء ما في. طيب، ما هو الحل الثاني؟ الحل الثاني احتمال أن يكون هناك عنكبوت أحمر، تمام؟ والعنكبوت الأحمر من العلامات تبعه إنه يمتص الغذاء في الورقة، ثم تتحول الورقة إلى صفراء باهتة ويكون فيها نقط كثيرة. طيب، أيضا الأوراق يبدأ يظهر عليها علامات الانطواء، وإنه يكون شكلها غير منتظم. يعني مثلا زي الورقة هذه، تلاحظون أنها مقعرة للداخل، يفترض أنها بهذا الشكل لكن هي أصبحت هكذا. طيب، أيضا اصفرار على الورقة، تلاحظون أنه هنا اصفرار. طيب، كيف أكتشف العنكبوت الأحمر؟ طبعا لاكتشاف العنكبوت الأحمر يفترض أنه يكون عندنا مجهر مكبر، ونبدأ ننظر للورقة من الأسفل، ننظر للورقة من الأسفل وليس من الأعلى، تمام؟ يعني راح أقلب الورقة بهذا الشكل، ثم أبدأ أعمل زوم بالجوال إذا ما كان عندي عدسة تكبير. مثال، راح ناخذ لنا ورقة من هنا، مثلا الورقة هذه راح نقطعها، قطعنا الورقة وضعناها هنا ونبدأ نعمل عليها زوم. نلاحظ هل هناك حشرات؟ هذا عنكبوت أحمر، هنا شايفينه؟ الأصفر هذا عنكبوت أحمر.
طيب احنا راح نروح اساسا للمجهر ونشوفها بشكل ادق. اذا الان ثبت عندنا انه هذه فيها عنكبوت احمر، ايضا هذه ربما فيها عنكبوت احمر، راح نعمل لها فحص. التربة باذن الله انه الخليط جيد، التسميد ان شاء الله ما فيه مشكلة، لكن الاوراق ليست بجيدة. عموما المجموعة هذه كاملة تسقى بماء في نفس الوقت وبنفس الأسمدة اللي توضع بين فترة والثانية، كل 15 يوم، كل 20 يوم، كل رأس شهر ممكن نعطيها جرعة سمادية. النباتات هذه يعني تحتاج إلى سماد فيه نيتروجين عالي قليلا من أجل النمو. أيضا السماد العضوي هو كافي، إذا وضعت سماد عضوي لا يحتاج إلى تركيز عناصر غذائية كبير، بالعكس النبات قادر على النمو. ايضا من الاجراءات اللي احنا راح نعملها انه نلاحظ انه النبات مثل هذا راح ينطلق، لكن النبات هذا ما راح ينطلق زيادة، راح يتوقف النمو تبعه. ليش؟ علشان القمة النامية هذه اللي فيها البذور. يفترض انه القمة النامية اللي فيها البذور هذه بمجرد ان تزال خلاص النبات راح يبدأ يستمر في النمو. ايضا النبات هذا لن يصعد الى الاعلى ما لم تزال القمم النامية اللي موجودة فيه، فنقصها ونسمح للنبات أن يتقدم بإذن الله سبحانه وتعالى. يلا ننطلق احنا وياكم، نروح المجهر وناخذ لنا كم ورقة نفحصها معنا. الآن عندنا المجهر هذا، وضعنا الورقة تحت المجهر وبدأنا نراقب. تلاحظون أنه هنا العنكبوت الأحمر، طبعا بالإمكانية تقرب تبعد، أيضا شوفوا بالإمكان أنه بالتحكم بالزوم انه انت تلاحظ الحشرة بشكل مميز. ملاحظين؟ يعني انا اصفي الصورة لحد ما اشوفه بشكل جيد. طبعا الاعداد الصغيرة ليست يعني اعداد مزعجة، وبالامكان انه احنا ما نلجأ الى المبيدات الكيميائية للقضاء عليها، ممكن نقص بعض الاوراق، نعمل نظافة، نعمل يعني بعض الاشياء الطاردة مثل الثوم مع الماء قليلا، او قشر الليمون او البرتقال ونرش عليها في حالة انه تكون الاصابات صغيرة جدا. يعني الاعداد عندنا مش كثيرة، لكن لما يصير الورقة الواحدة عليها مثلا 10-15 فاكثر، هذه تصبح اصابة لابد ان تكون يعني او لابد ان يكون التعامل معها علاجي وليس وقائي. لكن الآن بما أنه في إصابة وإصابة محدودة، ممكن عن طريق المنفرات أنه إحنا نقضي عليها ونستبعدها. أيضا هذه ورقة ثانية، تلاحظون العنكبوت هنا، وهذه بعض الانسلاخات اللي موجودة، أيضا عنكبوت صغير هنا. المجاهر هذه مفيدة يعني أسعارها معقولة، من 200 إلى يعني 300 ريال تقريبا، وجيدة ومفيدة لك يعني من أجل أن تتعلم يعني. طيب بعد ما شفنا العنكبوت وتأكد أنه الإصابة هي عنكبوت أحمر، كيف راح نتعامل معها؟ زي ما قلنا لكم، إما بالمنفرات أو إذا رغبت تستخدم المبيدات، بحكم أنه هذه الأشجار تعتبر زينة ولا يؤكل منها. وأنا أيضا لا زلت أقول أنه أنا لا أشجع المبيدات الكيميائية، ولكن إن رغبت تستخدمها لا مانع. طيب كيف راح استخدم المبيد؟ يفترض انه ما اتعامل مع النباتات المصابة فقط، وانما اتعامل مع الكل، لانه الحشرات ممكن او اي كانت الآفة الزراعية ممكن ان تنتقل من مكان الى اخر، وقد تكون هذه مصابة وانا لا اعلم قادم الايام سوف تتضرر. لذلك يكون التعامل مع جميع النباتات اللي موجودة عندك. على سبيل المثال انه انا راح استخدم مبيد كيميائي مثلا، وراح اضعه في المضخة الصغيرة، وعندي نبات واحد او اثنين او كذا. اولا عشان يكون المبيد ذو كفاءة عالية لازم اتأكد من الاملاح هنا، كم الاملاح هنا؟ 500 اللي هو ماء البلدية المعتاد. طيب الاهم من الاملاح ايضا اللي هو رقم البي اتش. هنشوف البي اتش كم يعطينا. هذا البي اتش اكيد راح يكون في 7 وعليها. طيب 7.5، بماذا اخفض البي اتش علشان يكون المبيد ذو تأثير رائع جدا؟
حضرت معي شوية خل، والخل هو الأفضل. راح أضع منه قطرات بس فقط، خلاص هذه كفيلة بأن تطيح البي اتش بدرجة كبيرة. شوف البي اتش كيف بدأ ينزل. ممتاز. الآن ممكن أن أضيف المبيد الكيميائي. لنفترض أنه هذا الماء 1 لتر، راح أضيف مبيد كيميائي خاص بالعناكب 1 ملي فقط، أو حسب توصيات الشركة اللي تضع توصيات أنه تضيف 1 ملي على اللتر أو 2 ملي أو 0.5 ملي، وتقيد بتعليمات الشركة. بعد ما أضيفه هنا أتأكد أنه انحل بشكل جيد، أبدأ أفرغه في المرشة ونبدأ عملية الرش. نبدأ الآن بالتعامل مع النبات المصاب في عمليات الرش. تلاحظون الرش ليس فقط من الأعلى، وإنما بقدر الإمكان لازم نرش باطن الورقة من الأسفل. يعني إحنا ممكن ننزلها من تحت من هنا ونبدأ نرش بالعكس، تمام، بهذه الطريقة. أيضا هذه رشينا من الأعلى للأسفل، ثم من الأسفل إلى الأعلى بهذا الشكل. أيضا هذه راح نعمم عليها كاملة، ثم نبدأ من الأسفل إلى الأعلى. الناس اللي عندهم مضخات كبيرة راح يكون العمل هذا سهل عليهم، لأنه أساسا المضخة الكبيرة الرؤوس تبعها يعني وفيها ماسورة وفيها رأس ممكن انه يغير اتجاهه، فيصير سهل انه تنتقل من الاسفل الى الاعلى بحيث انك تلامس باطن الورقة. الحشرات والعناكب دائما هي في الجزء الاسفل من الورقة هنا، وليست على سطح الورقة، لذلك الرش من الاسفل هو الاولى. ايضا عندنا التعبان هذه رشيناها بهذا الشكل، ايضا نحاول نجيلها من الاسفل ايضا ونرشها بنفس الفكرة. وجميع نباتاتنا سواء المتضررة او النباتات الغير متضررة القريبة منها. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم، وان شاء الله تكونوا استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.